السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بصراحة مقصر في السنابات، وكثير من الإخوة يرسل يقول ليش ما تعمل سنابات وتصور، لكني أنا من بعض الإخوة ما شاء الله عليه عنده قدرة إنه يصور يوميا، ويعني يعطي فوائد يومية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنا صراحة ماني بنشيط يعني، لكني اليوم بعطيكم قصة تحكي واقع لشخص تزوج امرأة أخرى. كيف تزوج؟ وإيش قصة زواجه؟ ولماذا تزوج؟ ومن اللي استفاد من الزواج؟ هل استفادت الزوجة الأولى أم الزوجة الثانية؟ إيش الأحداث اللي وقعت لما تزوج؟ شخص كان إنسان بسيط، يعني على قد حاله، ما في فلوس، وظيفته عادية جدا، راتبه بالكاد يكفيه هو وزوجته وأولاده. فاشتكى إلى واحد من زملائه، قال يا أخي أنا راتبي قليل ولا أقدر أكمل يعني أموري في الحياة، والأجهر أتورط به، وزوجتي دايم بيني وبينها مشاكل. فزميله هذا اقترح عليه انه يشتغل معقب يعني اللي عنده شغله في الجوازات ياخذ اوراقه يخلصها له، عنده شغله في المرور، عنده شغله في المحكمه. من الناس اللي وكلوه على اشغالهم امراه توفي زوجها، وهي قد ورثت من ابيها مالا كثيرا جدا جدا، واخوانها مهملين لها. هذه المراه ما عندها عيال من زوجها اللي توفي عنها او طلقها وكذا، وعندها مشاكل في اراضي وعندها اشياء تحتاج متابعه، فسمعت بهذا الرجل. فأرسلت إليه وقالت له أنا عندي أراضي فيها مشاكل، يحتاج مراجعة بلديات، يحتاج مراجعة محكمة، يحتاج مراجعة محامين، يعني فيها شغلة. فعلا أعطتها أوراقها، وصار الرجل مرة يروح البلديات، مرة المحكمة، مرة كتابة العدل، مرة يراجع دوائر الأبنية وغير ذلك. اشتغل صح، وكان رجل مع ذلك يعني رجلا أمينا صادقا حسن الخلق، يعني عفيف في التعامل معها، ما هو رجل متهور. المرأة أعجبت به وأرسلت إليه من يقترح عليه أن يتزوجها. الرجل عنده زوجة وعنده عيال، فوافق وخطبها من أحد إخوانه وتزوج. علمت زوجته الأولى بزواجه منها، وعملت مشكلة كبيرة، وراحت لأهلها وضيقت عليه، وتتصل بها مرارا بها التاجرة، تصل بالزوجة الثانية اللي التاجرة، تسبها وتدعو عليها وترسل لها رسائل، وكل ما غيرت هذيك رقمها دبرتها الزوجة الأولى وبدأت ترسل إليها. تلك المرأة الثانية أحيانا ترد، وأحيانا ما ترد، وأحيانا تشتكي إليه، وأحيانا تغير رقمها. المهم تحاول أن تتهرب عن المواجهة معها. الرجل تحسنت أموره طبعا، يعني صار دخله أكبر، صار يقدر أنه يبيع ويشتري في الأراضي حقت زوجته، سكن جيد. يعني زواجه بقرابة سنة، سبحان الله، ولم يرزق أيضا بأولاد منها، راح وياها مشوار وصار لهم حادث. توفيت الزوجة الثانية التاجرة معه، توفيت مباشرة، وهو أصيب إصابات بالغة لكنه لم يمت، وبقي في المستشفى قرابة 3 أسابيع أو 4 في غيبوبة ثم مات. فصار هو قد ورث زوجته الثانية، ثم وبعدها بقليل يعني ب3 أسابيع مات، وورثته زوجته الأولى مع أولادها. فالملايين اللي كانت عند الزوجة الثانية انتقلت إلى الزوجة الأولى. خلال سنة واحدة أو سنة ونصف تقريبا من العراك من ذيك الزوجة الأولى، وطلقها وفكنا منها، ما أبغاها، خربت حياتي. لا تعلم أن هذا الزواج هو باب الرزق الذي فتح عليها الملايين. أنا والله ما أدري كم ورثت، لكنها ملايين، عشرات الملايين. هذه الزوجة التي ورثت صار عندها يعني عشرات الملايين، هي وعيالها، سكنت بيتا كبيرا، وصار عندها سيارات، وكثر عليها الخطاب جدا. سبحان الله، الرزق يقدره الله تعالى لك بشيء أحيانا من أبواب أنت لا تتوقعها. يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك الإنسان يرضى بقضاء الله تعالى وقدره، سواء جاءته مصيبة، جاءته كربة، مات له أحد، أو فصل من وظيفته أحيانا، أو ربما أحيانا انهدم بيته، أو صار لحادث. أحيانا الأرزاق تأتي من خلال المصائب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. قصة فيها عبرة والله، وصلتني وأردتني أسولف عليكم فيها شوي. الله يجزيكم خير ويحفظكم ووفقنا وإياكم لكل خير. السلام عليكم.